طيب هذا الماضي صرفنا 6 جروباتيز اليوم نتدرب على كيف نستعمل الجروبات بتاعت السيف في عمليات الاثبات. وهي العمليه طريقه الاثبات هي بنسميها بعدين هنوقف الميثود الثاني اسمها الجبريك روز في السيت. فدائما الطالب لما نقول له اثبت بنتبهش في انهي ميثود. طبعا احنا عاده بنقول لك اثبت يا في الاليمنت ارجمنت يا في الجبريك روز. احنا اليوم نوقف اليمنت ارجمنت روز. المحاضره الماضيه اخذنا شيء هي البروبريتيز بتاعت السيتس سواء كانت انكلوجن اوف انترسكشن او انكلوجن اوف يونيون او ترانزيت. اذا A سبست من B و B سبست من C معناته A سبست من C. وخلنا كمان هذول البروبريتيز شفنا شيء بنسميه بروسيجرال ديفينيشنز دائما نفس الديفينيشن بطريقه اخرى ذكريا. طيب اكيد نستعمل هاي النظريات او هاي البروبريتيز الخصائص بتاعت السيتس في الاثبات. يعني لما انا بدي اقول لك بروف انه كل شخص هو انيمال every person how to prove it. يعني زي اللي انا بقول لك بروف انه A every A is a subset من B مزبوط تقدر تثبتها؟ لهذا اللي ندرب عليه اليوم كيف نثبت حاجات زي هيك. هلا لو عندنا قلنا هاي مثلا A و B عباره عن sets to be given عشان نثبت انه A subset طبعا انتبهوا سوري X subset من Y مش تنتمي ل Y subset من Y. اول شيء نوخر عنصر نقول ما دام كل انسان هو انيمال هذا نوخر عنصر من انسان عنصر إليمنت يعني ينتمي للست ايه هلا انو عنصر نوخر الاول الثاني العاشر انواع بشكل عشوائي بشكل هاي ضروري جدا. هاي شو معناها بارتيكولار بات اربيترارلي تشوزن إليمنت. شو يعني بارتيكولار؟ يعني بناخذ عنصر معين مش بنفترض ثلاث اربع عناصر بارتيكولار بناخذ عنصر طبعا بحالة بده يكون متغير مش مشكلة بناخذ عنصر معين بس ايش؟ تشوزن اربيترالي يعني اي يعني لو اخذنا اي عنصر بظبط. وبعدين بعدين بنورجي انه هذا العنصر كمان ينتمي الى بي. هاي شو معناها arbitrarily chosen element. سؤال العنصر العشوائي لازم يعني تشمل جميع الحالات صح؟ عنصر بيمثل جميع الحالات صح. يعني الفكره هو انه لا بدنا ناخذ عنصر واحد بس بيمثل جميع الحالات. نعم هلا نتذكر من الايدنتي بنسميها الايدنتيتي بتاعت السيت هاي الثيوري تذكروا هاي اخذناها عباره الكوميتيتيف لو اذا كان A اتحاد B هي كمان تساوي B اتحاد A او A تقاطع B تساوي B تقاطع A. الاسوشيتيف لو اللي هو عمليه شو هذا؟ توزيع. ايش هو؟ توزيع. هذا مش التوزيع هذا التوزيع؟ لا تجميع اسمه؟ تجميع تجميع يعني انه تبدل لك واس A اتحاد B مع بعض اتحاد C بتساوي A اتحاد B وهلا هلا هاي عمل هاي اللي بنسميها توزيع. قانون التوزيع ايش؟ اذا في حدا مش فاهم هاي قانون مهم قول لي انتبهوا لان انا بستعبدهم سريعا. A اتحاد B تقاطع C هو نفس هي نفسها يعني انا دخلت A قلت A اتحاد اخذت هذا العنصر صح؟ وحطيت عليهم هيك بعدين قلت كمان مره A اتحاد
طبعاً؟ ونفس الشيء من الناحية الثانية. هلا الـ Identity Law. إيه ذكرته المجموعة الخالية؟ إيه. بيساوي إيه؟ إيه اتحاد. وإيه تقاطع كل شيء بيساوي إيه؟ عارفين ليه؟ طب أنا بقول ليه؟ طب استنى هي ليش اسمها Identity؟ تعطيك شو معنى Identity؟ هوية. ليش اسمها Identity لو؟ فايز؟ نفس المجموعة الأصلية. بالضبط. إنه لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. تعريف للمجموعة الأصلية. تعريف للمجموعة لهوية المجموعة الأصلية. يعني هون إيه. يعني إيه. لا أكثر ولا أقل. مين أكثر ولا أقل؟ أقل. سالفة. هاي. نفس الشيء. لا. واحد يتحدد لا أكثر. واحد يتحدد مش أكثر. هلا إيه هاي مش أكثر. مش أكل يعني مش أكل من إيه يعني إيه اتحاد المجموعة الخالية بيعطي بالضبط إيه مش أو مش أكثر من إيه هلا تقاطعها إنه ما فيش ولا عنصر موجود في واقع يوفا مش موجود في مزر موجود في العالم مش موجود في طيب العالم يعني يو يونيفرسال يعني يو معناها يونيفرسال طيب الكومبلمنت لو الكومبلمنت ليش شو بقول؟ ايه اتحاد الكومبلمنت تبع الايه بيساوي يونيفرس مثال كل اشي مش سوري هاي كل الطلاب وهاي اتحاد كل اشي مش طلاب كل اشي اذا كل العالم وهاي كل الطلاب تقاطع كل شيء مش طلاب واضحة؟ طيب دبل كومبلمنت لو انه اذا لو عندي بكنا نحط بالمدرسة ليس بنحذف مع بعض ها؟ بضل عندي ايه؟ طيب ايه اتحاد ايه؟ ايه وايه تقاطع ايه ايه زكي اليونيفرسال باوندو انه ايه اتحاد يو وايه تقاطع فاي فاي دماغ ايه اتحاد بي الكومبلمنت تبعها شو بيساوي ايه هذا على فكره كان كثير بيلزم كثير بيلزم هذا القانون انتبهوا عليه ايه تقاطع اتحاد بي الكومبلمنت تبعهم ايه كومبلمنت تقاطع يعني مثال طبعا والعكس ايه سوري بعد تقاطع مثال طلع كل الطلاب وكل الموظفين حطوا مع بعض هلا كل شيء لا مش طلاب ومش موظفين مزبوط شو بيساوي مش طلاب تقاطع اشي كل اشي مش طلاب تقاطع كل اشي مش موظفين صحيح يعني ها لو عندي هاي الاشاره بس نرسم هذا العالم وهاي عندي ايه وهاي عندي بي هلا ننتبهوا معي هون ايه هاي ايه اتحاد بي صح هاي ايه اتحاد بي الكومبلمنت تبعها شو هو كل شيء برا مزبوط ولو انا جيت قلت عندي ايه وعندي بي عندي كل شيء مش ايه طلع كل شيء هاي ايه كل شيء مش ايه معناته كل شيء هون صح تقاطع تقاطع كل شيء مش بي هي نفس النتيجه صح طيب ايه اتحاد ايه اتحاد ايه تقاطع بي
تساوي دائما زين. إذا بتوزع بصير A اتحاد A تقاطع A اتحاد B و A اتحاد A هي نفسها هي بصير A تقاطع B. تساوي بدك تحللها. هلا طيب ليس اليونيفرسال، شو اليونيفرسال؟ هي اليونيفرسال مجموعة، مظبوط؟ مجموعة فيها كل شيء العالم. طيب الكومبلمنت تبع المجموعة هذا فاي، والكومبلمنت تبع فاي كل العالم، كل العالم. طيب هاي A ناقص B بيساوي كل شيء، هاي هذا برضه هو اللي بتاع عليها. كل الطلاب اللي مشي اللي مش أذكياء، يعني طالب ستيودنت ناقص سمارت، ها شو بضل؟ ستيودنت شو بضل؟ يعني بضل ستيودنت اللي مش سمارت، صح؟ هي مترجمة. فهلا هاي خليت هاي بضل دائما بقول students who are not smart or all students except who are smart. ها عندنا هاي A وهاي B وهذا العالم، فA ناقص B شو بيساوي؟ مش هذا بقى؟ صح؟ هلا هذا شو؟ هلا هاي A تقاطع كل شيء مش بي، مش بي، يعني هاي A شو بدها تتقاطع مع كل شيء مش بي. شو هو اللي كل شيء مش بي؟ اللي هو كل شيء خارج هاي الدائرة. لما يتقاطع مع هاي نفسه، فكل الطلاب اللي مش أذكياء هم سوري ما هي بالسائل مرات الوردنج تبعها يعني اوكي. All students except who are smart is the same as students who are not smart. صح؟ مظبوط؟ طيب في حدا عنده اي سؤال يا شباب؟ في حدا عنده اي سؤال؟ ها؟ فهمتوهم؟ هذول بصراحة حابب تحضوهم مش بس تفهموا. هلا ومش بس هيك، في هاي المحاضرة بدنا نثبت بعضهم بثبتوا، بس مش حنقدر نثبتهم كلهم. فأنت بنصحك ايش تساوي؟ شغلتين، تروح على كل واحدة من الدمج زام بالحياة الواقعية وانتهي، وتثبت بالأسلوب الإثبات اللي بتعلمه انت تثبتهم في الدار. هلا عشان اثبت اللي بدنا نرتجكم اياه اليوم، عشان اثبت ان المجموعة A is X بتساوي المجموعة Y، كيف اثبتها؟ بكل العناصر في X هي نفسها مرحلتين اثبتها بمرحلتين. بقول بثبت انه X subset او subset or equal Y، وبثبت انه Y subset or equal X. واضح؟ تثبت شغلتين، عشان تثبت اللي يساوي هاي بدك تثبت هذول الشغلتين. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ في حدا عنده اي سؤال؟ هاي مثال، هاي مثال، هذا الحل هذا بروف ذات فور اول سيتس اي بي and C في عندنا A اتحاد B اتحاد B تقاطع C بيساوي كذا كذا. هلا بدنا نساوي، فانت شو بتساوي اول شيء؟ عشان تثبت هاي طلعوا هلا على صفحة هاي، عشان تثبت هاي طلعوا شو بنساوي؟ كل ما الكل بدك تتبع معي ايش تعمل؟ كمان عندكم تصويت فيعني عشان نثبتهم احنا شو بدنا؟ شو شو اللي بدنا اياه احنا اصلا؟ شو انه هاي
استمرار جهه. Which means اذا يعني which means انه اثبت انه انه هاي الناحه سبست من هاي الناحه ام هاي الناحه اللي هي سبست منها لينا. واضح؟ ودائما شو بنحكي بالمثال؟ شو بنحكي بالبروف تبعنا؟ اوعى ما تحطش اوعى دائما ما تحطش هذا. يعني نثبت بالناحيه شو لازم نكتب؟ غص غص ايش؟ كل الجمله اللي بدنا كل دائما ضروري تكتب. ليه؟ وعلى فكره ضروري ضروري لما اقول لك اثبت هذيك ضروري تبدا البروف تبعك تقول لي سبوز اي بي اند سي ار 6 شو هذا الجول تبع الاثبات شو انه هذا الاثبات ايكوال وهذا معناه انه نورجي انه هاي ايكوال سبسيت وهاي ايكوال عكس سبسيت واضح؟ هلا نشوف هذول كيف بدنا نساوي اول شيء بدنا هاي ناخذ هاي نثبتهم كل واحد لحاله بتشوف ناخذ هاي اي كذا كذا هلا هاي ذات از هاي شو معناها؟ شو معناتها؟ ذكر شو قلت لكم انا في اول محاضره قلت لكم عشان نثبت انه اي انه اكس هاي عشان نثبت طلعوا هاي كلنا بناخذ بارتيكولار بس اربيترارلي تشوزن اليمنت من وين؟ من اكس وبنودي انه وين؟ في واحد فهاي هلا تنطبق علينا الكيس هاي صح؟ يعني عشان اثبت هاي ذات از شو انه اي لكل اكس اذا كان موجود إكس. اذا كان اكس ينتمي الى موجود في هذا الجزء اللي هو ها اللي هو ها معناته موجود في ها صح؟ مظبوط؟ هلا هنس بدك تنهي بعد ما تثبت لسه ما شفتها هلا بعد ما اثبتها كان بدي تكون بالطريقة بس بعد ما اثبتها شو بدي هذا الجزء بقول؟ هنس شو معنى هنس بالانجليزي بالعربي؟ لذلك او بناء علي هاي سبست منها طبعا بلشنا كمان مرة عشان نثبت الايكواليتي هاي هاي الايكواليتي عشان نثبتها جزأنا المشكلة لايش؟ لقسمين قلنا نثبت انها هاي سبست من هاي ونثبت انه هاي سبست من هاي هلا اول جزء ها احنا قاعدين بنساوي انه هاي سبست من هذا الطرف واضح؟ وعشان نثبت هاي هلا نثبت هاي الناحيه يعني هذا الجزء اخذناها فبنقول حطينا بنقول شو يعني انه بدنا نثبت لازم نقول شو بالمهان وبالتالي يعني هذا معناته انه كل عنصر موجود هون بضروره كمان موجود هون وبتنهي بتقول هنس كذا كذا اللي بدك وبنفس الشيء ونفس الشيء شو بدك شو تتوقعوا على شو هون؟ نفس القصة شو انه هذا الطرف سبست من هذا الطرف which means انه كل اكس اكس هون اكس هي هون particular but arbitrarily chosen number الاكس اذا كان اف اذا اكس تنتمي لهاي then اكس تنتمي لهاي وننهي بنفس الطريقة هذا اللي قاعد انا بوجهكم فيه انا مش قاعد بثبت فيها انا مش قاعد بثبت بهاي قاعد انتبهوا مش الاثبات الفعلي شو قاعد بساوي انا؟ طريق طريق
لحظيا واجي فيكم بالطريق. هلا ديروا بالكم الاثبات في طريقتكم. الاثبات بشكل عام اي اثبات دائما في له شغلتين لازم نعرفها، في له طريقه وفي شيء بنسميه انتويشن تاع الاثبات. الانتويشن تاع الاثبات هذا اللي بوجهكم الطريقه مش الانتويشن، مش فكره الاثبات. هلا فكره الاثبات بالمناسبه اوعى تفكر انه استاذ بدنا ندرسك اياها افكار الاثبات. احنا نور نستعرض قدامك اكم اكزامبل، بس الفكره كم ما تدرس تيجي من وين؟ من راسك. بس احنا ندرب هذا كعب، انا بس ندرب بيكم على ايش؟ اللي بدنا نسميه الطريقه او البروتوكول تاع الاثبات. فايز زين هذا مش الاثبات صح؟ لا لسه ما فهمتش. هلا بثبتها، هلا بثبتها. وضحى؟ طيب. ما في شيء ضل ما قلتهاش. لسه لازم في شيء لسه ما قلتهاش بالطريقة. هلا عشان اثبت هذا الجزء اللي هو قلنا انه ناخذ بارتيكولاري ارتيكولاري تشوز الاليمنت من هون ونثب ونقول انه كيف اذا هذا العنصر هون معناته هون هلا بدنا نقول سبوز نبدا هيك نقول نبدا نقول جوا هون نقول سبوز اكس ينتمي الى هذا شو هلا تورجيني انه اكس عن جد كمان موجود يعني اذا سبوز انه اكس هون هلا شو الجمله هاي بتقول؟ اف اكس هون ذن اكس هون. هلا احنا شو هي نفس الشيء بتقول سبوز انه اكس هون يلا هات نشوف بيطلع معنا في الطرف الثاني ولا وهي نفس الشيء وعلى فكره ما تنساش دائما برضه تقول لما تعمل سبوز انه اكس هون وبدك تورجي انه كمان هون بتنتهي هذا الجزء شو بتقول؟ لذلك ضرس اكس موجودة بالطرف الثاني. واضح؟ في حد عنده اي سؤال؟ ليه ما نثبتها؟ لا اول شيء بنستعرض الطريقة قدامكم لانه الهدف مش اثبت انا هذه المساله وهذا هذه النظريه بحد ذاتها، هذا في اعلمكم كيف تثبت. لحظه طيب يا هلا انا على اللوح مش حكتب بالدقة اللي علمكم اياها هون عشان استعجل، بس انتو ايش؟ تكتبوا كل شيء عشان الامتحان كل شيء كل شيء. طيب عشان كنا نثبت هاي بدنا نقسمها لقسمين، وي نيد تو شو انه هاي سبست من هاي وهاي سبست من هاي، مظبوط؟ يا وانت دكتور قلت لنا سلايد على وين ده؟ نفترض انها اكس بهي الناحيه. نفترض انها اكس في هي الناحيه. شو بنقولنا هون؟ سبوز انه اكس هون وي نيد تو شو انها اكس كمان طرف الثاني. هلا سبوز انها اكس هون. هلا اذا اكس هون على فكره. هلا انتبهوا هذا هذاك هاي مش بدها حفر. سبوز انها اكس هون معناته وين اكس؟ يا في ايه يا في بي تقاطع مثلا معناته ايه اكس وين؟ في ايه يا في ايه او في بي تقاطع مثلا. هلا ان كيس ناخذ تو كيسز نقول كيس 1 انها اكس تنتمي الى ايه
هو اذا اكس انت من هاي هو الكيس. وناخذ كيس ثاني انها اكس تنتمي الى ب تقاطع سي. هلا اذا اكس في A شو بيطلع لنا؟ هلا بنكون سنس بدنا نكتب انشا سنس اكس. هلا بدنا نكتب انتبهوا اذا اكس في هون معناته كل هذا الجزء سنس اكس تنتمي الى A ذن أكثر هاي الشيء هذا يعني كده خلاص سينس سينس إكس تنتمي إلى A then نشوف تطلع هون then X تنتمي إلى A اتحاد B هذا by definition of يونيون صح؟ مظبوط؟ باي ذا ديفينيشن اوف يونيون اكس تنتمي وين؟ وكمان الان اكس تنتمي الى تنتمي الى اتحاد سي بدكم طبعا تفصلوا اكثر انا يعني كان بختصر عشان مستعجل بس انتم بدكم تفصلوا by definition of union. هاي. Because X تنتمي إلى A اتحاد B and it is also X تنتمي إلى A اتحاد C thus x تنتمي الى التقاطع تبعها صحيح؟ هلا in case انها x تنتمي الى مش لا a تنتمي الى b تقاطع c. هلا شو معناها هاي؟ since x تنتمي الى B تقاطع C it means that إنها X تنتمي إلى B and X تنتمي إلى C بإيه؟ by definition of intersection. هلا therefore X تنتمي إلى أو نقول سوري سينس أو ديرفور سينس X تنتمي إلى B then X تنتمي إلى A اتحاد B and because إنها X تنتمي إلى C تعرف نفس الشيء أنا أقول X فين؟ A اتحاد C. Therefore، لأنها بتنتمي لك اثنين، by definition of intersection، إذا ما بتنتمي لك كل هذا الجزء. واضح؟ ها، لا حتى. يا. X وين X؟ شي الحالات اللي بتكون فيها X موجودين. موجود في إيه؟ أنا أول شيء إذا موجود في أي حالة بكفي. إيش؟ أول شيء بدي أفرض أن إكس تنتمي إلى اتحاد بي تقاطع إيه اتحاد سي. إيش بدي تفرض؟ بدي أفرض. لا بدي تفرض إنها إكس موجودة هون. بس. هلا وين شيء الحالات؟ اللي لما تكون إكس موجودة هون. إذا موجودة في اتحاد سي. أو هي بأي حالة؟
هلا اذا فيك تقول لي امتداد الدور موجود هون او موجود هون. يلا بس اعطيني حالي حالات عامه. هون الامتداد موجود عندك واحده موجوده في ايه؟ معك. إنها X تنتمي إلى A والثانية إنه X تنتمي إلى B and X تنتمي إلى C. أو X عشان تقول معك تطلع جملة ترو. لا تنتمي إلى X تنتمي إلى B و X تنتمي إلى C. لا يفرد كل شيء. هلا شوف شو رح يكون فيها؟ شو اسمها؟ حمد. حمد حكى X تنتمي إلى A و X لا تنتمي إلى A. بس. مش ضروري استاذ. مش ضروري تنتمي الى A. اذا اكس تنتمي الى A بنعرف انها تنتمي بس لA. بتكفي بتفسر بزمن عدد تنتمي لا تنتمي مع بركي كانوا خليني بس اجرب بس جرب بدك تجرب بمخك. انا بعرف الحل بس انا بدي اجرب صوت عادي تمام. اقعد بيه تمام. اذا اكس تنتمي الى A معناته موجوده هون وبالتالي مش تعرف حتى مش موجوده هون مش مشكله. ها؟ موجودة هون وبالانترسكشن موجودة تظهر. هلا إذا إكس لا تنتمي إلى إيه؟ معناته يا أخي ده مش ضروري. معناته؟ بالضرورة دائما في عنا الألتيم عن يو. لا لا طبعا طبعا فاضيين إنه إكس سؤال سؤال لا فايز السؤال. هلا إذا إكس مش موجودة إيه؟ ماشي بس هي موجودة بهذا في كل جانب هذا معناته هلا هو ما يبي يا بي لا في بي وفي سي صح؟ مع بعض بس عشان مع بعضها مش رح يربطوا هاي واحدة. هلا إذا إكس تنتمي لإيه بدي أحكي حكي وأنتوا بتتبعوا بدي أحكي بسرعة. هلا إذا إكس تنتمي لإيه بنقول سينس إكس تنتمي لإيه إت مينز انه تنتمي لكل هذا الجانب. ليه؟ باي انت تمشي الاردن يوليو سمبل. هلا اذا اكس تنتمي الى A اند يعني اذا لما اكس لا تنتمي ان كيس اكس لا تنتمي الى A ذن بالضروره اكس تنتمي الى B اند C اند C بهي الحالة. هلا بنقول ذيرفور since x تنتمي الى b تقاطع الى b and c فهي كمان تنتمي الى b تقاطع c صحيح؟ وبعد ما تدري شو الديون يوم تطلع كل حاجه ماشي كده واضح؟ هلا اوكي هل بالضبط كلكم بتطلعوا بنفس الحاله واعطيتكم المساله؟ هلا بجوز الحالات هذول يطلعوا يختلفوا ذكائك وين؟ ذكاءك شطارتك اكتبوا معك شطارتك انك لما تعطي حالات الحالات تبعتك بدها تكون شامله. اذا ما غطيتش كل شيء حلك غلط مش ناقص. اذا ما غطيتش كل شيء لانها نثبت في الحاله بتثبت. اذا اعطيت حالات ما غطت كل شيء حلك ماله غلط. اذا حطيت كيسز زياده اوكي بس ما بيلزمش. فالشطارة وين؟ انك تحط الحق انك تحط الحالات اللي بتمثل كل وفقط الحالات اللي بتنزل كل وفقط يعني الحالات فايز حسب الحل انه نحط هيك ولا الاولى والثانية ولا الماركين مع بعض؟ كمان الحل السلايد هاي ولا السلايد الثاني اللي قبلها ولا الثنتين مع بعض؟ هذه انت تسوي يعني شايف هاي هذا هام وهاي هذول الاثنتين كيف نحطهم هلا هو سوري يعني عشان السلايد صور بعض كيف بدك تحطهم وين في السلايد اللي قبله كان بدك تحطهم هون يا زلمه كلها كان كلها على عكس انا مختصر كثير